أهلا بكم في حلقة جديدة من حديث الأخبار. سجال عاصف يتبعه نقاش هادئ، قضايا مهمة ومصيرية تعبر عن شواغل المصريين، ولا صوت يعلو على الحوار ولا غضاضة من الاختلاف تارة والاتفاق تارة أخرى، فكل القضايا مطروحة للنقاش بلا خطوط أو حدود، والطريق واضح وهو مصلحة الوطن. ومن أجل ذلك جمع الحوار الوطني مختلف القوى والاتجاهات السياسية من كانوا يظنون أنهم فرقاء بالأمس، فجعلهم الحوار الوطني شركاء اليوم، فلا إقصاء لأحد أو حجر على رأي أو رؤية، فمساحات الحوار الرحبة تتسع للجميع، ومهما كان الخلاف فإنه لا يفسد للوطن قضية. أهلا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي اللي بيتجدد مع ضيفي الكبير الأستاذ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني. أستاذ ضياء مساء الخير، وأهلا بكم حديث الأخبار. أهلا بك أستاذ ريم، وأهلا بالسادة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. الأول قول لنا إيه اللي توصلت إليه، لأن إحنا متابعين طبعا ما يدور في الحوار الوطني، إيه اللي توصلت إليه جلسة أو الجلسات الخاصة بعدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب؟ شوف حضرتك، طبعا هو الجلسة خصصت للأعداد. الدستور وضح الحد الأدنى للأعداد، نص على أنه مجلس الشيوخ لا يقل عدد أعضائه عن 300 عضو، ومجلس النواب لا يقل عدد أعضائه عن 450 عضو. الآراء يعني كانت متعددة، لكن كان في اتجاه رئيسي كبير وهو أنه زيادة عدد أعضاء المجلسين. كان في عدد أقل من المشاركين، كان مع ان العدد لا يزيد كثيرا عن الحد اللي اشترطه الدستور، لكن الارجح انه العدد هيبقى يعني مقترح النهائي يزيد. العدد مرتبط كمان بالنظام الانتخابي، ولذلك هو طبعا مرتبط بامور اخرى. الدستور بيقول انه يبقى فيه نوع من انواع التمثيل المتناسب والمتكافئ لكل عضو عن كذا عدد من المصريين. بمعنى احنا مليون، احنا 100 مليون شخص، لو احنا بنتكلم على لو مثلا انه كل 100 الف شخص ليهم مقعد في مجلس النواب، كده يبقى عدد مقاعد مجلس النواب 1000 عضو. التمثيل المتناسب والمتكافئ ده نص دستوري. يتعمل ازاي بقى؟ دي الهيئه الوطنيه للانتخابات لما بتقسم الدوائر، سواء بقى كان نظام فردي او قوائم او غيره، بمراعاه انه ما يبقاش فيه الا باستثناءات محدوده. عندنا مثلا المحافظات الحدوديه، في محافظات عددها قليل زي سيناء شمال وجنوب سيناء، دول عددهم بيتم تمثيله بعدد من النواب مناسب للمحافظه لكنه مش متناسب مع العدد، العدد قليل. لكن بقيه الجمهوريه عدد اعضاء مجلس النواب او الشيوخ بيبقى متكافئ ومتناسب. ما ينفعش مثلا دايره مثلا فرديه فيها 300 الف ناخب ودايره فيها 100 الف ناخب، ما ينفعش انه اللي فيها 300 الف يبقى عدد اعضاء المخصص ليها قد اللي ليها زيها زي اللي طبعا ده. ده الدستور ما حددش تفاصيل ده، لكن نتكلم عن تمثيل متناسب وتمثيل متكافئ. الارجح فيما تخص العدد ان هو هيبقى مرتبط طبعا بالنظام الانتخابي، والارجح اكتر انه معظم الاتجاهات في المناقشه كانت مع زياده عدد اعضاء المجلسين. تمام. طيب النظام الانتخابي هنا هيتعامل مع هذه القضية ازاي؟ يعني اذا فعلا تم خلاص الاتفاق والتوافق على زيادة اعداد النواب. لا، هو المبدأ اقر من غالبية الناس، مش من الاجماع، لكن تطبيق المبدأ هيبقى مقترن بالنظام الانتخابي. يعني مثلا لو اقر ده، يعني بقول افتراضات، انه النظام الفردي فقط هو اللي هيمشي في الجمهورية كلها. النظام الفردي معناها دوائر صغيرة، دوائر أعداد الناخبين فيها بناء لازم تبقى مش قد بعضها بالظبط، لكن متناسبة مع بعضها. ليه؟ عشان كل دائرة بيبقى لها عدد من النواب زي الدائرة اللي جنبها، فهنضطر ساعتها مثلا لو في دائرة حاليا مركز واحد، ناخدها ببساطة، المركز ده عدد الناخبين فيه 300 ألف، وجنبه مركز تاني عدد الناخبين اللي فيه 100 ألف، مش هنقدر ندي ده مقعدين وده مقعدين، فهيحصل ساعتها نوع من انواع انه المركز الكبير يتقسم ثلاث دوائر او دايرتين. الخلاصه انه العدد مش هيبقى محدد نهائيا الا في ظل النظام الانتخابي، مع مراعاه زي ما بقول لحضرتك التكافؤ والتناسب بين عدد ممثلي الناس بالقياس الى الناس نفسهم. ممتاز. طيب اهميه زياده عدد النواب فعلا في تفعيل العمل الرقابي والتشريعي ايه يا استاذ ضياء؟
بص حضرتك، يعني هو العدد العالم في برلمانات اعدادها متفاوته، يعني بنلاقي في الولايات المتحده فوق 500، في فرنسا 575، ده مجالس النواب. مجلس الشيوخ في امريكا عشان نظام فيدرالي هم 100 واحد، ما فيش غيرهم، والولايات كلها بتتساوى في ان كل ولايه ليها 2 فقط في مجلس الشيوخ. من اصغر ولايه واشنطن، ولايه واشنطن في اقصى الغرب، لغايه اكبر الولايات 2 فقط. لكن مجلس النواب في امريكا 570 او 50، في فرنسا 570. العدد مش هو بالظبط اللي بيعبر عن حاله اداء المجلس. اداء المجلس ممكن يبقى مجلس صغير، يعني عدد قليل بالنسبه لاي دول صغيره، او عدد كبير بالنسبه لدول كبيره. الحقيقه اللي بيحكم ده هو اداء الاعضاء دول، سواء قليلين او كتار، لعمل المجلس. اعمال المجلس النيابي معروفه، مجلس النواب هو بيشرع وبيراقب وبيضع الخطه والموازنه. دول الثلاث وظائف الاساسيه، يعني يناقش الخطه والموازنه ويقرهم. دي الثلاث وظائف الاساسيه اللي موجوده في دساتير الدنيا كلها. يعملهم بقى عدد قليل عدد كبير، المهم يتعملوا. طيب بالنسبه بقى لمساله التفرغ، يعني تفرغ النواب، هل هذا الامر تم حسمه ولا لا، او ايه وجهات النظر حوله؟ شوف حضرتك، الامر ده يعني في اجتهادات كتيره جدا، والامر ده كان موروث جزء منه من دساتير سابقه. الدساتير السابقه كانت بتتكلم على تفرغ العاملين في الحكومه وقطاع الاعمال العام، وما كانتش بتتكلم عن تفرغ وجوبي، لا، كان يحق للعضو ان يتفرغ او لا يتفرغ. جه الدستور الاخير اللي احنا يعني محكومين بيه، وجاب نصوص بيرى انها بتوجب التفرغ، يعني هو تفرغ وجوبي لكل عضو من اعضاء مجلس النواب او مجلس الشيوخ. الحقيقه التفسيرات، انا ببص في الماده وانا مع حضرتك، التفسيرات اختلفت في الجلسه، ومنها يعني بعض التفسيرات، يعني هي الماده 103. الماده 103 بتقول يتفرغ عضو مجلس النواب، ما جابش سيره الشيوخ، لسه الشيوخ في الاحكام اللي ورا، بمهام العضويه ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا للقانون. ده اي دستور؟ ده الحالي. ده القائم دلوقتي. طبعا يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضويه. البعض فهم ده ويطبق بانه بيتفرغ من كل شيء اخر، ما يعملش حاجه تانية، يعني لو عنده عمل او شغل تاني يسيبه. ده الفهم الاول، ده واحد من التفسيرات. وده التفسير السائد حتى اليوم. انا بالنسبه لي فهمها بطريقه تانيه، انه ما قالش يتفرغ عضو مجلس النواب من، قال يتفرغ لي. وايه الفرق؟ انه يتفرغ يعني لمهام العضويه، بمعنى ان يؤدي هذه المهام، لكن مش بالضروره يترك كل شيء عداه. ما قالش يتفرغ من او يترك عضو مجلس النواب كل اعماله لكي يقوم بمهام العضويه، هو قال يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضويه. مهام العضويه محدده ومعروفه سواء في الدستور او في القانون، انه يؤدي هذه الاعمال بتفرغ، بانه يعني يعطي وقته لها. في رأيي هذا لا يعني أن يترك بقية ما يقوم به، خاصة وأنه في الجزء الثاني من النص الدستوري، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون. القانون طبعا نظم ده، قانون مجلس النواب. الإشكالية أن في بعض الوظائف لا يمكن يحتفظ بها. لو حد مثال، رؤساء تحرير الصحف مثلا، أو رؤساء مجالس الإدارات، دول بيعينوا بمعرفة جهة اسمها الهيئة الوطنية للصحافة، الصحف القومية يعني. وقانون تعيينهم بيقول انه له مدة معينة لوظيفته، 3 سنوات، وانه مفيش وظيفة اخرى في الجورنال او في المجلة الا رئيس تحرير واحد. فلو افترضنا انه كان رئيس تحرير وترك وظيفته ودخل المجلس، والمجلس 4 سنين او خمس سنين او خلص، هيرجع فين؟ في زميل اخر عين، صح، واللي عين ده بموجب قانون تاني. ومفيش في الحكومه يجوز ده، ليه؟ لانه في درجه وكيل وزاره، في درجه وكيل اول وزاره درجه، لكن مفيش وظيفه متكرره في الصحف والمجلات اسمها رئيس تحرير عدد منهم هو واحد. وبالتالي في اشكاليه، هل لما يخلص عضويته يرجع يطالب بوظيفته؟ طب في شخص اخر شغال، والشخص الاخر ده معين بموجب القانون ولمده محدده. وبالتالي في اشكاليات، يعني في اشكاليات الحقيقه في ده، وخاصه انه يعني الماده الدستوريه مفتوحه بتقول ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا للقانون، بس المبدا الاول يحتفظ له.
مبدأ الدستور. طب وظيفته دي لو في قطاع خاص هيعمل ايه؟ القائم دلوقتي اللي في القطاع الخاص لا يطبق عليهم ده. يعني اللي بيعمله، ضربت مثال الصحف، الصحف الخاصة لا يطبق عليها ده، الصحف القومية يطبق عليها ده، الشركات القطاع العام والحكومة والوزارات يطبق عليها ده، الشركات القطاع الخاص لا يطبق عليها ده. إذن طيب ما هو ده فعلا بيعمل لخبطة، هتعملوا ايه في هذه الإشكالية؟ هل مثلا تم التوافق على تفسير واحد ليها يتم الالتزام به فيما بعد، ولا هيتم التعامل معها ازاي؟ بص حضرتك، هو الإشكالية ده نص دستوري، والدستور زي ما كلنا عارفين لا يوجد حاجة اسمها جهة تفسر الدستور. مفيش في نظام القضاء القانوني المصري الدستور لا يفسر، يعني المحكمة الدستورية البعض يظن ان هي تفسر الدستور، لا، هي تبت في دستورية القوانين او في التنازع بين الاحكام. ايه اللي يفسر الدستور؟ الاعمال التحضيرية بتاعته. يعني نجيب اعمال لجنة الـ50 ويتبص فيها يشوفوا ايه المقصد من التفرغ، كان مقصود ايه؟ هل هو تفرغ مطلق لكل من هو يعمل بالعمل الحكومي او الخاص او القطاع العام، ولا في غرض من التفرغ اللي هو زي ما انا فهمته التفرغ لمهام العضويه، يعني قد ما يقدر يدي لمهام العضويه يديها كل وقته، لكن ما بقي من وقته تمام ده من حقه. فهل اتفقتوا انه ده اللي يحصل فعلا؟ حتى الان لا. طبعا لا، لان زي ما حضرتك احنا ده محتاج برضو يعني رجوع لاعمال التحضيريه لجنه الـ50 للدستور، نتاكد ان الماده دي بالتحديد ايه اللي كان بيقصد منها المشرع الدستوري من كلمه التفرغ اللي احنا يعني استخدمت وجرى تطبيقها في القانون زي ما بقول لحضرتك بطريقه يعني صارمة الحقيقة. نعم، طيب نروح بقى للنظام الانتخابي مرة تانية، لأن احنا عارفين ده موضوع جدلي وفي اختلاف وجهات النظر فيما يخصه. قول لي ايه اللي وصلتوا ليه حتى الآن فيما يخص النظام الانتخابي؟ لا، هو لسه الحقيقة احنا يعني جالي دلوقتي ان كل مجموعة من المجموعات اللي متفقة على رأي، يعني اللي متفقة على القائمة المطلقة المغلقة او بكل اشكالها، والقائمة النسبية بكل اشكالها، والفردي بكل اشكاله، المجموعات دي هي الان تجلس معنا. مش في حضورنا احنا، يعني احنا بيجلسوا مع بعض مع بعضهم بس مش داخل الحوار، لان احنا نصحنا كل الزملاء انه عشان يبقى في عندنا 3 أو 4 اتجاهات واضحه، اقعدوا وحدوا فكرتكم وممثليكم. وده جاري يعني جرت عده اجتماعات في حدود علمي تم فيها ده. الخطوه القادمه ودي اللي يعني هينسق فيها طبعا المنسق العام، المقرر العام للمحور السياسي دكتور علي الدين هلال، والمقرر العام المساعد دكتور مصطفى كامل السيد، هم مجهزين دلوقتي مع الزملاء الدكتور محمد عبد الغني مقرر لجنه المباشره، والدكتور ايهاب الطماوي مقرر المساعد، هيعملوا اجتماعات للاتجاهات دي بعد بس ما يبلوروا كلامهم، يجوا يقعدوا قاعده ورشه عمل صغيره هتبقى مش كبيره، وكل مشروع يطرح على الترابيزه. اللجنه مش هتناقش جدول مشروعات، يعني مش هتقول لحد ارجع عن رايك، هي هتحاول الاول تشوف هل في قواسم ممكن رايين يجتمعوا فيه يبقوا راي واحد. اتنين، والاهم من كل ده، يا ترى ده متوافق مع الدستور ولا لا؟ لانه في مواد في الدستور فيها نسب، زي ما كنا بنتكلم مره قبل كده مع حضرتك، نسبه المراه لو مش متحققه في النظم المطروحه يبقى النظام ده ما ينفعش اصلا يترفع لرئيس الجمهوريه. ليه؟ لانه غير دستوري. فالجلسات دي هتتخلص في الاخر زي ما بقول لحضرتك الافكار الرئيسيه، ده ميزه ده، لان الحوار فيه افكار كتير تفصيليه، في النهايه لما تبص لها عن بعد هتلاقي في الوان شبه بعضها. اهم شيء ان يبقى نجمع كل الالوان، يعني الازرق اللي شبه اللبني، الحاجات اللي شبه بعض، بحيث انه يبقى في اتجاهات. التفتت بيبقى في الحوار، في النقاش، لكن بعد النقاش، وده دور المقرر اللجنه والمقرر العام المحور ومجلس الامناء، انه يحط كل الالوان قريبه لبعضها مع بعضها عشان نطلع في الاخر بمدارس واتجاهات كبيره. نعم، طيب نروح بقى للصحافه وقانون او النقاش حول قانون حريه تداول المعلومات. الحقيقه النقاش ده طبعا استاذ ضياء كان فيه يعني سجال كبير. صحيح. واهتمام بالغ واختلاف يعني واضح جدا في وجهات النظر. ليه في رايك الاول؟ شوفي، الشيء المؤكد انه ما فيش واحد من اللي حضروا الجلسه، الجلستين اللي حضرتهم، قال مش عايزين قانون تداول حريه تداول المعلومات. اجماع ان احنا محتاجين ده فعلا. الجميع
بلا استثناء الماده 68 من الدستور اللي هي بتقرر ده، كان هناك اجماع على ان احنا عايزين قانون. ابتدى بعد عايزين قانون ابتدت الناس تناقش، طيب القانون يعني يدي حريه في معلومات نوعها ايه، او الامن القومي لا، او اعتبارات اخرى اه، كل ده كان مناقشه في مضمون القانون. لكن القانون فيه اجماع على خروجه، وطبعا اللي اتقال ده حقيقي ان في 6 أو 7 أو 8 مشروعات قوانين بالفعل من سنه 14 من ساعه صدور الدستور تم مناقشتهم في اماكن مختلفه، وبالتالي كان الالحاح من كل الناس انه يطلع قانون. ايه بقى الكوابح؟ ايه المدد الزمنيه؟ يعني عندنا الوثائق الرسميه، الوثائق الرسميه في كل الدنيا ليها تصنيفات الف وبه وجيم ودال، وكل تصنيف من الوثائق الرسميه له معاد للافصاح عنها. ففي وثائق يفصح عنها بعد سنه، بعضها بعد 50 سنه. دي امور تفصيليه بس في منتهى الاهميه. كمان الجزء الخاص بأوراد الدستور من انه يكون هناك عقوبه على الممتنع عن الافصاح عن معلومه. والشيء المهم اللي اتقال في الموضوع ده انه الدستور في الماده 68 قال ايه؟ قال كده نصا: المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق الرسميه ملك للشعب. وبالتالي الملكيه العامه الدستور اكدها من اول يعني 5 كلمات. الملكية العامة للمعلومات والإحصاءات والوثائق بتقول إنه لابد إنه أصحاب الملكية يطلعوا عليها، يعني يبقى عندهم علم، وإنه الكتمان والإخفاء الدستور قال لا، القانون يحط عقوبات. تنظيم إزاي تفصح عنها؟ وإيه اللي ما يفصحش عنه؟ وإيه اللي يفصح عنه بعد كام سنة؟ دي أمور الحقيقة أنا في رأيي هتاخد جهد، عشان بس البعض يعني في القانون نفسه، لانه في احنا ما عندناش هذا التقليد. في دول العالم اللي سبقتنا بكتير عندها تصنيف واضح ايه الوثيقه اللي تطلع بعد 10 او 20 او 30 او 40 او 50 او ما تطلعش. احنا لسه ما عندناش ده، وحجم وثائقنا ضخم. ووثائقنا هنا مش بمعنى، انا بتكلم طبعا في الوثائق الرسميه للدوله يعني، لكن ما بقي بعد كده يعني المعلومات الاقتصاديه اللي هي لا تمس امور عسكريه، المعلومات الخاصه بالافراد كان في كمان طبعا يعني دي اثيرت لانه انا شخصيا يعني واخرين اتكلمنا فيها، انه هل يا ترى احنا عندنا تقليد الافصاح عن معلوماتنا الخاصه؟ وانا حتى سالت احد الزملاء يعني وانا بهزر معاه، قلت له طب انت تقدر تقول لي كام في جيبك دلوقتي؟ يعني هل ده من العام ولا الخاص؟ وده بص يا استاذ الهام، في دايما في العالم كله في الموضوعات السياسيه في حاجتين لازم يحكموا الموضوع، وده في الغرب مستقر: المجال العام يخلص فين، والمجال الخاص يبدا فين. كل ما هو خاص محترم يحترم. ليه؟ لانه خاص ملك للشخص او للعائله، ملك لصاحبه. المجال العام ملك للجميع. المسافه بين الخاص والعام دي مسافه الحقيقه اتحددت في مجتمعات كتير جدا، بس كل مجتمع برضه حددها طريقته. لكن في ده يعني مثلا مثال في الولايات المتحدة الأمريكية أو في فرنسا، الاثنين دول ديمقراطية، في موضوعات الخاصة بالزواج أو بغيره في فرنسا ممنوع الكلام فيها، في أمريكا مسموح. ليه؟ لأن هو بس هو بقية الموضوعات الخاصة ما فيش كلام، بس مختلف فيها. إحنا في موضوع المعلومات محتاجين لسه، لأنه هل هنلزم الناس إنها تطلع معلوماتها الخاصة تبقى مباحه؟ طب ايه الاذن اللي المفروض يتاخد من كل مواطن بحيث انا اقدر اروح دار المحفوظات او اروح الارشيف او اروح اي حاجه اشوف؟ انا مش ضياء رشوان، لكن عايز اشوف ملف ضياء رشوان. اتولد سنه كام؟ عنده اولاد قد ايه؟ ساكن فين؟ املاكه قد ايه؟ كل دي امور محتاجه الحقيقه لسه يعني اولا تعود مجتمعي، ومحتاجه ثقافه في المجتمع انه يقبل ده، وكمان نحترم الخاص فين والعام فين. ده كل ده الحقيقه انا بقول عشان يعني مش بهبط من همم الناس، لكن انا عايز اقول انه قانون لحريه تداول المعلومات جديد عندنا. طب القانون ممكن ازاي يتعامل كمان مع تداول المعلومات اللي من النوع ده على السوشيال ميديا مثلا او وسائل التواصل؟ بصي، هو طبعا وسائل التواصل يعني مفروض، وده انا عايز اقول لحضرتك عشان بس ناخد مع بعضنا الفكره، وسائل التواصل في العالم اتخلقت في الغرب مش عندنا يعني، ده ما فيش شك. وعدد الملتحقين بها المليارات الرئيسيه فيها في الدول المتقدمه.
وسائل التواصل استخدامها في الدول المتقدمة مختلفة عننا. بمعنى احنا عندنا هناك في صحافة تقليدية وتلفزيون زي ده تقليدي وجرايد ومجلات وكذا، واحنا عندنا نفس الشيء. وسائل التواصل هناك مش مصدر معلومة الا اذا كان صاحبها هو اللي كاتبها. يعني النهارده الرئيس ترامب انا ما اعرفش حصل له ايه لغايه دلوقتي في فلوريدا، ممكن يطلع هو اللي يكتب معلومه على حسابه، دي مصدر. لكن ما فيش مواطن صح يبقى هو مصدر، لانه هو مش مصدر رسمي فعلا، لا هو ما عندوش معلومه فعلا، واي مواطن ممكن يكتب اي شيء يعني على لا يعتد به. لكن وسائل التواصل في الدول المتقدمه عباره عن ايه؟ عباره عن ادوات توصيل الاعلام المحترف الى اوسع قطاع من الناس. فيبقى تويتر اللي بتاع نيويورك تايمز او انستجرام بتاع السي ان ان بيوصل المضمون المحترف لاوسع دايره من الناس عبر وسائل التواصل. لكن لا يخلق معلومه. ليه بقى؟ لان المعلومه متاح الوصول اليها. احنا عندنا لانه في مشكله في المعلومات، فوسائل التواصل مش عايز اقول بتجتهد، الاجتهاد دي كلمه يعني لها وقرها، لكن بتقول اللي هي عايزاه. وعشان كده قياس تاني الحالة، لا يوجد في الغرب مصدر معلومة إلا صاحبها على التواصل، أو حد بقى اكتشف يعني محدش مفيش صحفي وصل له إنه جاب وثيقة بتاعت حد مهم وحط، ده نادر جدا. وبالتالي وظيفة وسائل التواصل عندنا مختلفة، هي بتروج لشيء تعتقد في صحته أو عايزة تقول إنه صحيح عمدا، نتيجة إنه مفيش مصدر أو مصادر ثابتة للمعلومات. ده موجود في الغرب، وبالتالي ما عندوش مشكلة ان التواصل بيطلع اشاعة، ما بيطلعش اشاعات، هو بينشر كلام تاني. طيب خلينا نرجع لقانون بقى حرية تداول المعلومات، اثر ده ايه هنا على يعني الجماعة الصحفية؟ لا بص حضرتك، طبعا يعني احوج ناس لان شغلتهم هو شغلة الصحفي، والصحفي هنا بتنصرف لينا كلنا، يعني مش صحفي الصحافة المكتوبة او عضو نقابة الصحفيين، لا عندنا نقابة الصحفيين ونقابة الاعلاميين. كل شخص وظيفته انه يطرح شيء على جمهور غير اهل بيته، وشغلته انه يوصل ده لمئات او الاف او عشرات او الاف او ملايين من الناس، اللي هو الصحفي او الاعلامي، من المفترض ان هو بحاجه يوميه، ده غذاء مهنته. حضرتك احنا يعني في مدارس زمان كلنا كنا يعني بندرس بنكتب موضوعات تعبير وانشاء. الصحافه والاعلام مش انشاء ولا تعبير. لو افتقدنا المعلومة هتتحول لاجتهادات طالب في ستة ابتدائي بيكتب انشاء وتعبير، واثناء ما بيكتب الانشاء والتعبير هيفلت منه الألم، ولو فلت منه الألم هيغلط، ولو غلط هيضطر يفتعل معلومة. وبالتالي حماية المهنة مش مهم المهنة، انا مش مهتم بالصحافة ولا بالإعلام، انا عايز احمي جمهور عشان ما حدش يكتب له موضوع انشاء او يطلع له حاجة ما فيهاش معلومة فيدور على اقرب حساب على التواصل يجيب منه معلومة غير مدققة فيكتبها له. وبالتالي حرصا على المهنة، مهنتنا الإعلام والصحافة، حرصا أكتر على أنه المواطن يوصل له معلومة حقيقية، وبعد كده هو حر بس توصل له الأول، اللي هيوصلها هو الصحفي والإعلام، مفيش طريقة تانية. الطرق التانية التواصل لو سيبناه وحده مفيش معلومات، في مش عايز اقول اجتهادات، في حاجات تانية. وبالتالي الصحفي والاعلامي يعني لا يمكن، مستحيل يقوم بوظيفته من غير معلومات سهله وسريعه ودقيقه ومن مصادر رسميه. طيب اهميه خروج هذا القانون الى النور يا استاذ ضياء، تحديدا في تحقيق الشفافيه، في مواجهه كمان الشائعات اللي بتحاك دائما ضد مصر. بص يا فندم، مصدر الشائعات دايما هو غياب المعلومات. لانه في غياب المعلومه كل شخص هيقول اللي عنده بالطريقة اللي تعجبه، ومش لاقي حد يصحح له ولا حد يطلع له ورقة يقول له لا 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 ده اهو معلومة اهي ادي المصدر. اذا غابت المصادر غابت المعلومات الرسمية المعلنة، وبالتالي المجال اصبح مفتوح لمن يريد ان يطلق اي شيء، وناس هتصدق. بص الناس دايما بتحب تصدق الشيء اللي هو مش عايز اقول يناسب هواها، لكن الشيء الاقرب للعواطف. لو انا اللي تلعبت بالعواطف اللي فيه مبالغه يعني. مبالغه وفي يعني نوع من امناء ابتزاز العواطف الناس باي حاجه، لو انا سبت ده بدون معلومات، لما يجي حد مثلا يتكلم في تواصل او في وسيله اعلام خارج مصر يتكلم على انه الحقونا ده في مستشفى الفلاني في القريه الفلانيه في المركز الفلاني حصل
وقعة مأساوية. جاوب لي كده. الواقعة ممكن تبقى مأساوية فعلا. بس هو السؤال كم قرية في مصر حصل فيها هذه الوقائع المأساوية في هذا التوقيت أو خلال هذا الشهر أو خلال هذه السنة؟ المعلومة لما تطلع تحط الواقعة في حجمها. إنه في أسرة واحدة تعرضت لشيء مأساوي ويتم التعاطف معاه، لكن في نص مليون أسرة تاني ما حصلش معاهم أي مشكلة. لما تبقى مثلا أنا عندي جامعة القاهرة كمثال، جامعة القاهرة فيها 19 مستشفى لجامعة واحدة، من أول القصر العيني القديم للجديد لمعهد الأورام. طيب قصر العيني الجامعة دي بتعالج ملايين كل سنة. لما يجي واحد يصطاد وقعة بانه حصل كذا بالليل وحد راح الطوارئ حصل له ما اعرفش ايه وحقيقيه وتستحق التعاطف، لو جامعه القاهره مش ما بتطلعش معلومات حول عدد مرضاها اللي بيدخلوا مستشفياتها والطوارئ بتستقبل كل واحد في اليوم قد ايه وبيعملوا عمليات قد ايه وحجمها قد ايه، ايوه ساعتها الواقعه دي هتدوب، هيبان انه لا ده واقعه وبتحصل في اماكن كتير، يعني مش بنبالغ. لكن لو الواقعه فضلت وحدها كده تحولت الى واقع المصريين كله. صح. مش واقع واحد. طب القانون يعني في عقوبات بقى تتعامل على من يطلق هذه الشائعات، على من يتداول معلومات خاطئه وكاذبه؟ شوف هو طبعا النصوص ما حدش يعني احنا لسه ما تطرقناش للنصوص، لكن انا عايز اقول لحضرتك انه القانون الدستور بقى الدستور يعني الدستور ده جميل فعلا، لان الدستور قال لك ايه؟ يحدد عقوبه حجب المعلومات. الحجب للي بيحجب المعلومة. طبعا حجب المعلومات او اعطاء معلومات مغلوطة عمدا، ده اللي بيطلق بقى الشائع. يعني هو اعطاء معلومات مغلوطة، بس هو بيتكلم عن المصدر. ده حرص الدستور على مصلحة البلد. انه اللي بيحجب المعلومة طبعا اللي بيطلق شائعات ده خاطئ لقوانين اخرى موجودة، يعني في قانون العقوبات فيه عقوبات له. احنا الاشكالية دلوقتي ان احنا متوافر عندنا بالفعل عقوبات قانونية في قانون العقوبات لمطلق الشائعات أو الأكاذيب أو غيره، لكن ما عندناش قانون ينظم خروج المعلومات ومعاقبة اللي بيحجبها، فالمعادلة مختلة شوية. طب هل عندنا توافق يعني أثناء النقاش في الحوار الوطني حول هذا القانون، هل في توافق على ضرورة سرعة إصدار قانون تداول أو حرية تداول المعلومات ولا لا؟ بدون شك بدون شك. يعني طب الخطوة الجاية إيه؟ إذا كان لا هو دلوقتي في طبعا مشروعات قوانين هتقدم يعني مكتوبة هتتقدم للحوار واللجنة هتعكف عليها كلها وتشوف إيه المشترك ما بينها، وانا زي بقول لحضرتك هو هتلاقي الـ 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 الاختلافات طبعا في التفاصيل، يعني حدود المعلومات ايه اللي لا تعلن الان، مفهوم الامن القومي لانه ده محدد في قانون العقوبات بالتحديد، يعني في ماده معدله بقانون 150 لسنه 21 ماده 80 او 81 الف محدده وحاطه الامن القومي باعتباره الامن القومي الاستراتيجي والعسكري، يعني ده قانون العقوبات محدد ومحدد العقوبات عليه كمان. لكن هيفضل برضه الخلاف، ايه طب نعلن ايه؟ هل عدد السكان؟ هل عدد الوفيات؟ كل دي حاجات البعض بيراها يعني مش ما نعلنهاش، لا يعني احنا العالم كله شايف بعضه. صحيح. وانا عشان اقترح حتى كمؤيد او معارض حل لازم تتوافر عندي معلومه عشان اقدر اقول والله انا بطالب مثلا في التعليم انه يبقى عندي انفاق زي الدستور ما بيقول يساوي مثلا 5 تريليون جنيه، ماشي. بس هو السؤال ال 5 تريليون جنيه دول هل انا اعرف بيتصرف كام النهارده وعلى ايه؟ هل في التعليم الفلوس بتروح حسب المعلومات الدقيقه على العمليه التعليميه ولا عشان عندنا عدد كبير من الموظفين فبيروح للموظفين؟ يعني المعلومات عشان يقدر الشخص المواطن اللي من حقه يعرف والنائب اللي من حقه يراقب وعضو مجلس الشيوخ اللي من حقه يشرع مع مجلس النواب والمعارض والمؤيد والمؤيد يدافع والمعارض يعارض، لكن الاثنين يبقوا منطلقين من قاعدة محددة ثابتة المعلومات صحيحة. نعم. بدونها هيغلطوا الاثنين. طيب دلوقتي احنا دخلنا تقريبا في الاسبوع الثالث بعد بدء جلسات الحوار الوطني، في اي مقترحات تم رفعها حتى الان للسيد رئيس الجمهوريه؟ لا احنا في الصياغه دلوقتي، احنا فقط يعني يمكن امبارح لما سياده الرئيس طلع القرار بتاع اللجنه
الخاصه بالمقابر ومقابر الخالدين ومقبره الخالدين. احنا يعني كنا ضمن جهات يعني تشاورنا في هذا الموضوع في مجلس الامناء وعبر الوسائل مع بعضنا عبر يعني الجروبات بشكل مباشر، ورفعنا بعض الاقتراحات. طبعا اكيد للرئيس وصلته برضه اقتراحات اخرى، لكن كان اسعدنا جدا صدور هذا القرار، ويعني في ظني ان هو هيبقى تحول مهم، تحول ثقافي سياسي حضاري ديني، وكمان ان احنا يعني انساني، لانه خلي بال حضرتك في النهايه الشخص العام هو عام بالنسبه لي وبالنسبه لك، بس هو خاص قوي بالنسبه لاسرته طبعا. فده ده جانب يعني القرار بتاع انساني مهم جدا طبعا لاسرته. فالقرار ده من الحاجات المهمه. احنا اللجان المتخصصه او ورش العمل شغاله، ويمكن تباعا قوي يعني، هنشوف مخرجات هتتبعد لسياده الرئيس. طيب بعد النقاش بقى موسع حول قانون لانشاء المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب، ايه المقترحات بشان هذا القانون وايه الهدف منه؟ بص حضرتك يعني ده من الموضوعات الحقيقه، انا بشكر طبعا سياده الرئيس على انه وجه الحكومه باحالته للحوار الوطني، لانه شاهد كميه من جلستين بقى، وكانوا جلستين خاصتين وطوال، شاهد قدر كبير جدا 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 من النقاش الحقيقي، ومساهمه يعني كبيره من ناس كتير وناس كبار، يعني في 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 يعني اراء قيلت من عمد كبار في العلم والتعلم والسياسه في مصر في الحوار، سواء ارسلوها برسائل او يعني زي الدكتور محمد غنيم، زي الدكتور مفيد شهاب، زي الدكتور هاني الناظر، احوالهم المرضيه ما سمحتش فبعتوا ارائهم، انا قريتها بنفسي لانه وبدانا بيها الجلسه. الاتجاهات العامه متعدده الحقيقه، متعدده جدا. في كان بعض الناس في رفض كامل للمشروع بحجه ان في مجالس اخرى موجوده وكتيره ولازم تدمج، وما بين تعديلات في النصوص وبين تعديلات في التشكيل، وكان الاعتراضات معظمها على انه في عدد من الوزراء اكتر من اللازم، وفي يعني اخرين يمكن انا يعني منهم كان عندي تصور انه فلسفه القانون تتغير، بمعنى فلسفه المجلس، هو اسمه المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب، ومجلس بهذا الشكل لازم يبقى له صلاحيات، صلاحيات يعني قانونيه ملزمه، لانه هيتكلم مع التعليم التربيه والتعليم، هيتكلم مع التعليم العالي، هيتكلم مع وزاره القوى العامله، هتكلم مع كل الوزارات اللي لها صله بالتدريب بالعمل بالصناعه والتجاره والى اخره. فكان اقتراحي وده يعني هقدمه بشخصي مش كمنسق، يعني انه ينشا هذا المجلس مستندا الى الفرع الثاني في الدستور من الفصل 11، اللي هو فيه ايه؟ اللي هو فيه حاجه اسمها الهيئات المستقله والاجهزه الرقابيه. ده كده بالنص. وان الهيئات المستقله والاجهزه الرقابيه دي، وده انا يعني هطلع حتى التواريخ من جيبي، انه مصر فيها عدد من الاجهزه والاجهزه الرقابيه دي، الدستور نص على امثله، الامثله دي اربعه اللي جابهم الدستور منهم وبترتيب انشائهم. عندنا البنك المركزي، عفوا الجهاز المركزي للمحاسبات انشئ سنه 1942، البنك المركزي انشئ سنه 1960، الرقابه الاداريه انشئت سنه 1964، هيئه الرقابه الماليه انشئت سنه 2009. انا فكرتي انه التعليم يستحق ان يكون على غرار هذه الامور الماليه اللي عملنا لها اجهزه كبرى، يعني البنك المركزي وظيفته نقديه، الرقابه الاداريه وظيفتها محاربه الفساد وفي الجزء المالي تحديدا او غيره، هيئة الرقابة المالية مالية، الجهاز المركزي للمحاسبات بيحاسب على تصرفات مالية. إذا كان الدستور والدولة اهتمت في عهود من أول العهد الملكي لغاية 2009 بأن يبقى في حاجات رقابية، الدستور بيديها صلاحيات للرقابة على التصرفات المالية، فالتعليم أولى، التعليم أولى أن يبقى له جهاز رقابة، والدستور فتحها بيقول يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
يعني لو طلع بيها قانون يبقى فيه موجود مجلس بلد. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة، وراح جايب أمثلة البنك المركزي وإلى. وبالتالي يعني أنا أميل، وده مشروع هقدمه للجنة، بأنه لو هذه الفكرة أخذت، اولا السيد رئيس الجمهوريه اللي بيعين رئيس الهيئه دي او المجلس، والبرلمان بيوافق على التعيين وبيقدموا تقارير للرئيس والبرلمان ورئيس الحكومه، بتناقش في البرلمان، تبقى تحت نظره. التعليم يستحق حاجه كبيره بالشكل ده، وانا ظني انه يعني في العهود دي كلها اتعملت الهيئات والاجهزه الرقابيه دي. اتمنى انه لو الفكره لاقت استحسان، انه في عهد الرئيس السيسي يبقى عندنا الهيئه العليا للتعليم، اللي هي تبقى هيئة ذات بقى يعني تشرع وتنفذ وتراقب وتحاسب، يكون ليها صلاحيات تعطيها يعني هذه القدرة على 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 التطوير والتغيير في ملف التعليم. بالضبط. طيب نروح للمحور الاقتصادي. النهاردة كمان كان في مناقشات مهمة أستاذ ضياء حول أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة. اطلعنا أكتر على تفاصيل طبعا النقاشات دي، وإيه اللي لمسته من تباين أو حتى توافق في وجهات النظر فيما يخص هذه الأولويات الخاصة بالاستثمار. شوف حضرتك، النهاردة حضر يعني أنا حضرت الجلسات دي تحديدا، بصيت بسرعة ورجعت، لكن حضرت جلسة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة. الحقيقة حضر عدد يعني معتبر من الشخوص المعتبرة قوي في المجالات دي، سواء من اللي بيشتغلوا في المجال العام او علماء الاقتصاد او ممثلي الاحزاب او خبراء الاقتصاد، لا يعني عدد معتبر جدا، وناس الحقيقة كلها يعني اضافت للمناقشة. الحقيقة اللي كان ملفت ان المناقشة كانت هادية جدا، عن الموضوع جدالي، الاستثمارات العامة وملكية الدولة. ورغم كده حسيت ان النقاش كان يعني ما فيش السجال اللي ممكن يكون موجود في جلسات او نقاشات اخرى. لا لا اطلاقا. بتفسيرك ايه؟ مع انه فعلا موضوع مهم وجدلي بالمناسبة. احنا الحقيقة كان توقعنا يعني مع بعضنا، انا منهم من الاول، انه ستكون جلسات الاقتصاد اكثر هدوءا من جلسات السياسة. ليه؟ لانه اذا حضر العلم غاب الانفعال. والاقتصاد علم، واللي قاعدين اللي بيشاركوا في هذه الجلسه كلهم تقصد على قدر كبير من العلم، العلم. حتى لو هم مش اساتذه اقتصاد لكن هم ممارسين، رجال اعمال او مستثمرين، فكلهم عارفين انه ما حدش فيهم هيقدر يتكلم في قواعد مستقره سواء في العلم او الممارسه، فحجم مساحه الاشتباك اقل، يعني هيعبر عن رايه بس مش حقيقي. السياسه كانت سياسه مختلفه، السياسه فيها وجهات نظر بقى ومفيش قواعد حاكمه ليها، هي الممارسه اكتر من العلم فيها. فالحقيقه الجلسه كانت هاديه، كانت هاديه، ولكن وكعاده جلسات كتير يعني انه كان احيانا البعض بيتكلم في موضوعات مرتبطه بالموضوع بس مش الموضوع الاصلي، يعني مش استثمارات العام. الجلسه في الاخر في الجلسه الثانيه دخلت في موضوعات اكثر تحديدا، الموضوع يعني مستوى الاستثمارات العامه، واحنا قلنا ده بوضوح، انا قلت شخصيا احنا مش جايين عشان، ومش في الجلسه دي بس، في كل الجلسات، عشان نحاسب على ما مضى، دي مش وظيفه الحوار، الوظيفه الرقابيه مش بتاعتنا، اللي حصل حصل ايه، بس لو عايزين نتكلم فيه عشان نمهد للي المفروض يحصل بكره مفيش مانع، وده الحقيقه الناس عملته في معظمها. فكان الاسئله المطروحه يا ترى بكره وبعده ايه المستوى المطلوب من الاستثمارات العامه؟ وانا طلبت ارقام، يعني نقول كام؟ اثنين، ايه اولويات الاستثمارات العامه من بكره الصبح؟ يا ترى هي البنيه التحتيه، يا ترى هي التعليم، يا ترى هي الصحه، واذا كان ده عند حد عنده اربع او خمس اولويات، طب ايه النسب اللي بيقترحها؟ كمان وايه القطاعات اللي عايز يقولها من بكره عشان يبقى دي نصيحه للمنفذ القرار. طبعا اقترح حاجات مهمه ايضا النهارده، يمكن الدكتور احمد جلال وزير الماليه الاسبق ومقرر عام المحور، هي اقترح اقتراحين، اقترح واحد فيهم انه وثيقه ملكيه الدوله ما يبقاش اسمها كده، والحقيقه حصل اكثر من حد طلب انها يدخل عليها تعديلات حتى لو احتفظنا بالاسم. الدكتور احمد قال لا، احنا عايزين نسميها دور الدوله في الاقتصاد، تناقش دور الدوله في الاقتصاد مش مجرد وثيقه ملكيه الدوله، انه الدوله هتعمل ايه، الدوله منظم للسوق ورقيب عليه، الدوله بتضع سياسات الاقتصاد،
ولا الدوله مشارك في الاقتصاد؟ ولو ده كل ده طب بنسب قد ايه؟ وده الحقيقه الفكره اتناقشت، يعني كان في اتجاه عام لمناقشتها. الشيء الثاني انه اقترح مجلس اقتصادي استشاري، وده اكد عليه اكتر من حد، يعني من مختلف الاتجاهات بالمناسبه، مختلف الاتجاه. وانه وانا سالتهم المجلس الاقتصادي الاستشاري ده صلاحياته منين؟ يعني هيجيب صلاحياته، هل هو تابع للحكومه ولا الحكومه اللي تابعه؟ طب لو هو غلط او عمل حاجه صح، مين الرقيب عليه دستوريا؟ ودي اسئله انا مش بطفش الفكره، انا بقول أيوه. اسئله يعني، عشان لانه ده مجلس اقتصادي. وسالت طب هو ما فيش وزير استثمار، طب ما سالتوش ده ليه؟ يعني انتوا ومش ضد المجلس، لكن الفكره تم تداولها يعني، وعدد الحقيقه من الناس معقول اتكلم فيها وترد عليهم انه سياده الرئيس عنده مجلس اقتصادي استشاري مشكل من فتره، فقالوا لا يبقى مش مجلس على غرار مجلس الامن القومي، على غرار المجلس الاقتصادي في امريكا، على غرار المجلس الاقتصادي الاجتماعي في فرنسا، وانه يبقى له الابر هاند، اليد العليا على السياسات الاقتصاديه كلها. الفكره تبدو وجيهه لكن تفاصيلها مهمه جدا. ليه؟ لانه زي ما حضرتك في سلطات موجوده في الدوله، لازم يبقى المجلس ده اذا يعني صدر بقانون او بقرار او ما صدرش يبقى معروف مكانه جوه النظام الاقتصادي المصري. أيوة. اخر حاجه اتناقشت برضو النهارده اللي هو صندوق مصر السيادي. اتناقش مش كتير لكن يعني تم مناقشته، التطرق يعني، التطرق اللي فده عموما اللي دار في جلسه الاستثمار. بتشوف ازاي بالمناسبه استاذ ضياء يعني حرص الدوله على تشجيع القطاع الخاص وعلى ضخ الاستثمارات؟ بص حضرتك، احنا يعني عشان نبقى صرحاء مع نفسنا، احنا لا زال النهارده تردد كتير هذا الموضوع، وهذا احنا عندنا طموح انه القطاع الخاص يساهم ب 65% في الناتج المحلي خلال 3 سنين. الهدف ده ناس كتير النهارده اتكلموا على انه محتاج جهود اكبر بكتير. القطاع الخاص في مصر والاستثمار الخاص في مصر لا زال امامه عوائق، ده اجمع عليه الاقتصاديين كلهم، وانه في نفس الوقت لا انطلاق حقيقي وكبير لمصر الا بمساهمه القطاع الخاص والاستثمار المباشر سواء الاجنبي او المحلي. واحنا كان عندنا جلسه عن الاستثمار الخاص، وغالبا الاسبوع اللي جاي هيبقى عندنا جلسه هجين ما بين اللجنتين، بنخطط لها دلوقتي عشان الصناعه والاستثمار مع بعض، عشان نشوف اذا القطاع الخاص، وانا يعني مش بخرج عن شبه الاجماع، لابد من تسهيل حركته في مصر بكل السبل. المستثمر الحقيقه كل، شوفي انا لغايه النهارده مش عارف مين المسؤول. جميع المسؤولين بيقولوا ان في مشكله في تسهيل الاستثمار، وفي نفس الوقت ما فيش حد بيقول انا مسؤول، يعني كلنا بنقول في مشكله ما في حته ما. ده امر الحقيقه يعني لابد انه يبقى. طبعا في اقتراحات، كان في كلام عن قانون صناعه موحد، في كلام عن قانون استثمار موحد، النهارده النائب محمد ابو العنين كان مشارك وطلب طلب دول بشكل واضح، وهو راجل وكيل مجلس النواب، بيقول عايزين قانون صناعه موحد، عايزين قانون استثمار موحد صغير ومبسط. هذا المطلب يمكن اتقال في جلسات كل الجلسات الاقتصاديه السابقه كلها. ليه؟ لان وحده التشريع المستثمر مش هيعرف فيه سواء خاص غير لما يعرف هو جاي يعمل ايه، يعرف السياسه الضريبيه شكلها ايه، يعرف السياسه الماليه والنقديه شكلها ايه، ويعرف الاجراءات هيخلص في قد ايه، هل جاي ياخد الرخصه الذهبيه، هل فعلا هياخدها في يومين ولا هيقعد فيها اسبوعين ولا شهرين ولا سنتين. دي امور هي الحقيقه المتردده في كل الحوارات وكل الجلسات حوالين الموضوع الاقتصادي. قبل ما وقتنا يخلص استاذ ضياء، يعني بعيدا بقى عن الحوار الوطني كده واحنا بنختم النهارده، او يعني هذا الشهر احنا بيمر 10 سنين على ثوره 30 يونيو. صحيح. لما بتنظر خلال هذه العشر سنوات بتشوف ايه، وبتشوف احنا كنا فين وبقينا فين النهارده بعد 10 سنوات من ثوره 30 يونيو؟ بص حضرتك، انا هاخد زاويه ثانيه ليها علاقه بالشغل، لان انا يمكن لسه مخلص وانا جاي بكتب مقال كده اسبوعي. ف 10 سنين دول 365 يوم في السنه، يعني 3650 يوم. ال 3650 يوم ده في اجابه على كلام حضرتك،
كان عنوان مقالي للإخوان المسلمين 3650 يوم في انتظار جودو. جودو ده دي مسرحية عملها صامويل بيكت اسمها في انتظار جودو سنة 50، معتبرة المسرحية الأولى في القرن العشرين. اتنين قاعدين بيحكوا مع بعض في الشارع، حالتهم بؤس، تعبانين جدا ومش لاقين ياكلوا ولا يشربوا ولا يشتغلوا، ومنتظرين شخص اسمه جودو. جودو ده هيجي المخلص، وقاعدين بيكلموا مع بعض بيخرفوا. فبيجي شاب طفل صغير بيقول لهم جودو لسه مقابلني وهيجي بكره. بيقول له طب هو عامل ايه؟ كويس؟ اه كويس. استنوا لغايه بكره ما يجيش جودو. مسرحيه اتعملت بتعبر عن حاله العبث، حاله اللا هدف، حاله انتظار شيء مش هيحصل. 10 سنين مروا، الاخوان المسلمين منتظرين جودو بكره اللي هو العوده المستحيله لحكم مصر. 10 سنين عدت، وهيعدي 10 تانيين بمناسبة إن شاء الله، وعشرين ومية. مصر اتغيرت، مصر خرجت بإرادتها. أي كلام يتقال غير كده إحنا مش مستمعين، لا أنا ولا حضرتك ولا المشاهدين، ما سمعناش من حد. ده إحنا الحد طبعا. إحنا شفنا، إحنا وقابلنا الناس وقعدنا مع إحنا اللي يعني. عملنا صح. إحنا ما شفناش بس إحنا كلنا، كل واحد، كل الناس اللي شايفانا، كل اللي هي مشاركه بنفسها في هذه الثوره. لولاهم ما صح. كانش في 30 يونيو صح، وهم اللي عملوها. فاللي عمل حاجه عارف هو عمل ايه، هو عارف انه خلص نفسه واولاده ومستقبله من شيء مزهق. التاني بقى مستني في انتظار جودو اللي هيجي بكره الصبح ان شاء الله، زي ما كان تاني يوم العصر مش عارف مين يرجع القصر. من ساعتها ولسه الحلم، الوهم والخيال، العلم هو مش علمي قوي يعني، الخيال المفرط منتظر. مصر قدامها كتير، و30 يونيو لازم نكملها ب 30 يونيو تانية. الشغل، الجهد، الإخلاص، المعلومات، الحوار الوطني، هو تجمع 30 يونيو. 30 يونيو الأولى عملت ثورة 30 يونيو. صحيح، واحنا مستمرين طبعا ان شاء الله في متابعه كل ما يدور في جلسات الحوار الوطني مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني. شرفتنا ونورتنا. انا متشرف بحضرتك فعلا، وتشرفنا تاني الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك يا استاذ ضياء، وبشكر حضراتكم. شكرا جزيلا، خليكم دايما معانا على شاشه اكسترا نيوز. الى اللقاء.